عملية التجميل اللي الناس تتهمك بها وربما ولا كاين اللي انت قمتي بها وروجتي ليها، هل تشوفي انه كون غير ما وريتي لهمش لو كان غير ما قلتي لهمش؟ شيماء، انا جو نو ريغريت جامي ريان في حياتي. انا ما درت عملية جراحية، اشاك فوا نقولها انا عملت دي انجيكسيون فيلر بوتوكس بور اون بون مين، شيء عادي. كاين ناس مشاهير معروفين تقصيهم تقولي لها تافي كلكو شوز اتون فيزاج، تقول لك لا انا نشرب الماء بالقارص وناكل شلاضه ثلاث خطرات في النهار وحبه تفاح وتشاوش. ما كانش منها، نقول لكم بلي ما كانش منها. لا ماجوريتي يديروا ما يحبوش يخبروكم. انا انسانه شفافه، ما عندي ما نخبي. نروح نخير احسن الاطباء نروح عندهم و جو بارطاج ليكسبيريونس تاعي كيفاش نعيشها، اسكو توجع ما توجعش. ولكن ولا مره قلت الناس روحوا ديروا، تبقى اختيارك الشخصي. انا من زمان شغل نامن بالشيرورجي. يعني انت مع ربما عمليه التجميل؟ انا مع عمليه التجميل بيان او كونترير، داخله شغل انه تاخذي سوا من روحك سيتو. قلتي ايضا